وفي كلمته بمناسبة افتتاح فعاليات مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط، رفع اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس البلكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019، رفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته برعايته الكريمة لهذه التظاهرات الدولية الفريدة والمرموقة، مرحبا سموه بمشاركة وحضور نخب بارزة وكفاءات متخصصة من صناع القرار والقادة العسكريين والدبلوماسيين والأكاديميين في مملكة البحرين، واحة الأمان وموطن التحضر والحوار. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الضيوف الكرام والشركاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته برعايته الكريمة لهذه التظاهرة الدولية الفريدة والمرموقة، وإنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في مملكة البحرين واحة الأمان وموطن التحضر والحوار، ويسعدنا في افتتاح هذا الملتقى المتجدد والمتألق مشاركة وحضور نخب بارزة وكفاءة ومتخصصة من صناع القرار والقادة العسكريين والدبلوماسيين والأكاديميين. وإذ كان لكل فعالية دولية سمة مميزة، فإن معرض ومؤتمر بايدك يأتي في مقدمة المعارض الدولية والملتقيات الفكرية شمولاً وتواصلاً، كما يضفي طابعه الخاص ليمثل شراكة نوعية بين التطور التقني والفكر الاستراتيجي، وبات يتمتع بسمعة طيبة ومكانة رائدة، لأننا أردنا أن نكون في الصدارة ولله الحمد. ونعتز بحصول بايدك على جدارة واستحقاق على جائزة الجمعية الدولية للفعاليات الحية ILEA كأفضل معرض في الشرق الأوسط يقام على مساحة تزيد على 10,000 متر مربع. وجاء اختيارنا للتكنولوجيا العسكرية كعنوان المؤتمر النسخة الثانية باعتبارها من المجالات الحيوية، فقد خلقت الطفرات التكنولوجية واقعاً جديداً من الفرص والقدرات، كما أفرزت تحديات غير مسبوقة. ونستطيع القول أن شكل وحجم النزاعات يتغير بوتيرة متسارعة تبعاً لتطورات التكنولوجيا العسكرية. وعلى مدى العقود الماضية شهد العالم ظهور أجيال جديدة من الأسلحة والمعدات اعتماداً على الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم وعلوم ميكانيكية الكم وغيرها. والملاحظ أن طبيعة الصراع الدولي تتحول تدريجياً مع جيوسياسية واقتصادية إلى جيوتكنولوجية، وبالتأكيد سوف تكون الحروب الإلكترونية والتكنولوجيات الجديدة العامل الحاسم في حروب المستقبل. الحضور الكرام، تشهد منطقة الشرق الأوسط اختلال توازن النظام الإقليمي ومرحلة شديدة الاضطراب من مظاهرها الحروب القائمة على الإرهاب والطائفية والإعلام الموجه وتقويض المؤسسات الوطنية والتدخل في الشؤون الدول الداخلية. وبنظرة على خارطة أحداث المنطقة يمكن التمايز بين جبهتين، إحداهما تضم رعاة الإرهاب والفوضى والخراب، بينما الجبهة الأخرى هي تحالف الاعتدال والاستقرار والتنمية، والتي تكافح بنجاح لإحباط مشاريع ومخططات الهيمنة والعنف والفتنة. وفي هذا المسار وجهت الاعتداءات الإرهابية المدانة على ناقلات النفط المدنية ومعملين نفطيين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية تحذيراً جديداً للمجتمع الدولي بأسره بضرورة مواجهة الإرهاب والدول الراعية له وضمان سلامة الممرات البحرية.
مؤكدين موقفنا الثابت بالوقوف إلى جانب المملكة الشقيقة ضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها. كما أن مملكة البحرين ستمضي قدماً في مساندة كل تحرك ومبادرة من أجل إيجاد بيئة آمنة ومزدهرة في منطقتنا، ولعلها فرصة مناسبة أن يسهم معرض مؤتمر بايدك من خلال حلول إبداعية وتقنيات حديثة في تأمين الممرات المائية في الشرق الأوسط وضمان المرور الآمن وحرية الملاحة، بما يحقق استقرار أمن الطاقة وازدهار التجارة الدولية. الأخوة والأخوات، إن انتمائي إلى قوى الدفاع البحرين سيرة حياة وفخر دائم بمؤسسة عصرية رائدة ومتطورة تشكل البنيان والحصن المنيع للدفاع عن سيادة ووحدة الوطن، وتمثل قوة سلام واستقرار للأمن الإقليمي بمساهماتها في العديد من المهام العسكرية والإنسانية المشرفة. وقدمت تضحيات غالية من شهدائنا الأبرار في ساحات الشرف والبطولة. وفي هذا الصدد يسعدني أن أنوه بمزيد من الاعتزاز بالرؤية الحكيمة والسديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كما أتقدم بالتحية والتقدير لصاحب المعالي القائد العام الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة لما يبذله من جهود مخلصة كبيرة ولتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية. السادة الحضور، إن الاستثمار في الأمن هو الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد ولتعزيز الاستقرار في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وتلعب التكنولوجيا الحديثة دوراً مؤثراً في هذا المجال. لقد كان النهج الإصلاحي لجلالة الملك متقدماً في طرحه ورائداً في فلسفته عندما وضع قبل عقدين من الزمن التطور التكنولوجي كأحد مصادر التقدم الوطني وكرافد أساسي في رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وجعلته قوة دفاع البحرين في مقدمة أولوياتها. بالفعل قطعنا شوطاً مهماً في ميادين الابتكار والحوسبة السحابية والتحول الرقمي لدعم الاقتصاد الذكي وتوفير المزيد من فرص العمل وتنويع مصادر الدخل الوطني. ويأتي التوجيه الملكي السامي بأن تباشر الحكومة وضع خطة شاملة للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، تأكيداً على أن المواطن هو الغاية، ومن الأهمية أن ينعكس كل تطور على تعزيز مستوى معيشته وضمان أمنه ورفاهيته. ويسعدني شخصياً التفاعل الكبير مع جائزة ناصر بن حمد للابتكار العسكري لتحفيز وتعزيز الإبداع العسكري وتبني أفكار الموهوبين والمتميزين عن طريق بيئة تنافسية للارتقاء بالثقافة والابتكار. وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الجزيل للأخ العزيز سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لمبادراته الملهمة في هذا المضمار، ومنها إطلاق مسابقة للابتكار في الذكاء الاصطناعي وتدشين أكاديمية الذكاء الاصطناعي لدعم مخرجات التعليم الوطني. ولا شك أن هذه الخطوات وغيرها تستكمل الجهود الرامية إلى أن تكون مملكة البحرين مركز إنتاج وتصدير التكنولوجيا العسكرية وقاعدة ملائمة لصناعات عالية التقنية والجودة عبر شراكات ممتدة ومجدية. ومع احتفالنا هذا العام بحلول الذكرى المئوية للتعليم الشرطي والبلدي والعمل، نطمح لمزيد من الاستثمار في المعرفة لا سيما مع توافر كوادر بشرية مؤهلة وبنى تحتية واتصالية حديثة وخدمات مميزة للأعمال وتسهيلات أخرى.
وأؤكد من هذا المنبر بأننا سنمضي في السباق التقني بكل عزيمة، ولن نتخلف عن الركب، بل سنكون في المقدمة كدولة بازغة على المستوى التكنولوجي تدعمها مؤشرات دولية مبشرة. وأود في هذه المناسبة أيضاً أن أحيي الخطوات الناجحة للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال توطين تكنولوجيا الصناعات العسكرية. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، إن مملكة البحرين بقيادة جلالة عاهل البلاد المفدى دولة تعايش وسلام، وتدعم مساعي إنهاء أزمات الإقليم والعالم بشكل شامل ومستدام، وفي الوقت ذاته لا نقبل المساومة على مبادئنا وثوابتنا، وسنبقى سداً منيعاً ضد الإرهاب ومحاولات تقويض أسس الاستقرار الأقليمي ومنع نشر التطرف والتعصب. وكمواطن من أهل البحرين الكرام، أعتز بأن أكون جميعاً تحت راية الوطن الخفاقة، فلا مكان لفكر متعصب ولا مجال لفرقة أو تحزب، كما آمل أن يكون خليجنا خليج الأمل والفرص والتقدم لا خليج التوتر والنزاع. وختاماً، أتطلع باهتمام بالغ إلى حواراتكم وتوصياتكم القيمة وما تحمله من رؤى عميقة وإسهامات بناءة، كما أشكر كل من شارك في الإعداد والتنظيم الرفيع، متمنياً للجميع التوفيق والسداد. حفظ الله مملكة البحرين وأدام دورها موصولاً ومؤثراً ورائداً بفضل حكمة قائدها المعظم ووفاء شعبها الكريم. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.